السلام عليكم. موضوعنا اليوم هو الايس باكيت تشالنج، التحدي هذا اللي ظهر وانتشر بسرعه كبيره في الانترنت في المواقع الاجتماعيه كما الفيسبوك واليوتيوب والانستغرام. منظمه الاليس، منظمه الاليس هي منظمه خيريه تجمع التبرعات لمكافحه مرض قاتل اسمه تصلب الجانبي الضمور، وهو عباره عن ضمور الجهاز العصبي او ضعفه وبذلك يقتل الافراد. عفانا وعفاكم الله. اخترعت منظمة الآليس التحدي هذا اللي هو الآيس باكيت تشالنج. أي شخص في العالم يعبي دلو ماء مثلج ويصبه على روحه ويتحدى أصحابه ويدفع 10 دولارات باش يساعد بها المرضى متاع المرض القاتل هذا. بالطبيعة اللي يقبل التحدي يصب الماء مثلج على روحه ويدفع 10 دولارات، والما يقبلش يدفع 100 دولار. برشا مشاهير في العالم قاموا بهذا التحدي. منظمة الآليس جمعت 16 مليون دولار، أي نعم 16 مليون دولار في وقت وجيز في الشهر هذا، 16 مليون دولار أي 30 مليار تونسية. لكن المشكلة أنه العرب قاعدين يقوموا بالتحدي هذا وما همش يدفعوا للشركة أو ما همش يدفعوا للجمعية الخيرية. أنتم حققتم بالتبرعات نتاعكم الاكتفاء الذاتي نتاع التبرعات في تونس، وقلتوا أمريكا بلاد زوالية نمشيو نتبرعوا لهم شوية هكا. Idiots and freaking puppets. انا والعرب والمسلمين مانيش ضد ان نتبرعوا للجمعية الخيرية هذه، لكن فلسطين اولى. مادام العرب شفناهم يموتوا على التحدي، هذاك علاش اليوم انا محمود من تونس باش نبدا تحدي بين العرب الكل، تحدي كبير بين العرب الكل نسموه غزة باكيت تشالنج. غزة باكيت تشالنج، غزة باكيت تشالنج هو تحدي كبير بين العرب باش نجمعوا اموال فلسطين باش نساعدوهم عن طريق موقع unrwa.org/donate. unrwa.org/donate نفس القوانين متاع تحدي ايس باكيت تشالنج. اللي يقوم بالتحدي يدفع 10 دولارات للموقع هذا المساعد فلسطين، ويرفض التحدي يدفع 100 دولار. هما الامريكان عملوا تحدي نتاع الايس باكيت تشالنج باش يحسوا بالمرضى نتاع التصلب الجانبي الضموري، على خاطر بدنهم الكل يتصلب ويتجمد. واحنا كيفاش باش نحسوا بجماعة فلسطين زعما؟ باش نبدو اول تجربة غزة باكيت تشالنج عندها نفس القواعد نتاع ايس باكيت تشالنج، لكن الدلو مش باش نعبوه بالماء المثلج، باش نعبوه بالرمل والحجر والتراب. كما تشوفوا هذا الباكت الدلو معبي بالتراب والحجر والرمل، على خاطرهم هما حسوا بالمرضى نتاع المرض هذا. احنا زاد لازمنا نحسوا بالفلسطين في دارو يتعشى، يهبط عليه صاروخ، يهبط عليه سقف تراب الرمل الحديد الحجر، يتفن حي. هكا كيفاش يحسوا الفلسطينيين والغزاويين، هذاك علاش لازم يحسوا بيهم، هذاك علاش لازم يتبرعوا لهم. نتحدى ثلاثة من صحابي، غيث عيادي، حسين مناعي، عفيف ترخاني، قايد دوش، باش نكملوا المرحلة الثانية من غزة باكيت تشالنج اللي هو التبرع للجمعية الخيرية. السلام عليكم. السلام عليكم. توا باش نكملوا المرحلة الثانية، باش نقوموا بتبرع لفلسطين دي دولار كما فهمنا بعد ما عملنا التحدي. توا ندخلوا unrwa.org/donate لهنا، باش نختاروا غزة emergency appeal، ونعملوا ونقدموا بها دي دولار كما فهمنا. نحطوا نختاروا بها غزة appeal، ونهبطوا نحطوا الفيرست نيم تاعنا
نختار الكاونتري. ونحطوا الايميل. وبعد نعملوا سبميت. يعدينا الباج دو بايمون سيكوريزي. نحطوا مثلا لونغاج فرونسي دي دولار باش نقدموا الغزه دي دولار. نختاروا المود دو بايمون، فما الماستر كارد فيزا، فما الباي بال. الباي بال باش نختاروه خاطر انا عندي باي بال، هو بنك الكترونيك مش متوفر في تونس، مش متوفر في اغلب الدول العربيه، لكن نجمو نعملو كونت فيرتويل بجنسيه فرنسويه. وهكا نكملو نحطو المود باس نتاعنا ونعملو كونيكتي، وهكا نعملو بايمون نتاع دي دولار نتاع الباي بال ونتبرعوا لغزة، وهكا نكونوا كملنا التحدي نتاعنا. بالطبيعة كان انت ما عندكش باي بال ولا ما عندكش صاحبك عندك باي بال، تنجم تبعث لي الفلوس وانا نحولهم للباي بال وبعد نحولهم للجمعية الخيرية. السلام عليكم. عملت تحدي هذا غزة باكت تشالنج على خاطر اول حاجة فما برشا ناس برشا عرب خاصة يتبرعوا لفلسطين وما نجموش يتبرعوا، هذاك علاش اجتكم الفرصة توا نشوفوا تراها تبديل تصاور البروفيل وستاتويت على غزة، اسكو هي بالحق صحيحة ولا لا؟ اسكو انت تنجم تعطي 10 دولارات لغزة؟ حكاية فارغة صحيح، لكن مش نشكر بتاعتي. ان شاء الله توصل الحملة هذه للعالم الكل، وشوفوا اللي العرب بالحق مع فلسطين برغم ان الحكام نتاعها مش معاها. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله الحملة هذه تتوسع برشا. ما نحبوش وراها شهرة ولا حاجة، نحبو نتبرع لفلسطين. ثاني حاجة نحب من ناحية التبعية، على خاطر فما برشا عرب يقلدوا في الأمريكان كاكا، يعني هو صب على روحه وصل الفلج أنا زاد نصب، مش معقول. دونك خلنا نستقلوا على الأقل في حاجة كيف هكا، وخلموا شوية تبرعات لفلسطين على خاطر بالحق يحتاجونا. 2103 شهيد حسب اخر احصائيات يحتاجونا، اكثر من 10,000 جريح يحتاجونا. ان شاء الله يكون الفيديو هذا عجبكم، وان شاء الله يوصل للعالم العربي الكل. السلام عليكم.